اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا صاحب، يا صاحب العظمة ويا صاحب الصول والقول، نسألك يا مولانا أن تنصر جنودنا المجاهدين على حدودنا، اللهم انصرهم، اللهم أنصرهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أخلفهم في أهلهم بخير، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم ازرع الخوف والجبن والرعب في قلوب أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجعل عمله في رضاك واهده إلى هداك، وأصلح له بطانته، وأطل في عمره على طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا وطلبة العلم فينا لخدمة هذا الدين، اللهم وفق عموم المسلمين للتواصي والتناصح بالمعروف والعمل الصالح لما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار والعقيدة والدين. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في جميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في العراق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم وردهم إلى دينك القويم يا رب العالمين.